بمايو 2016 مصر والصين هيحتفلوا بمرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية، وسفارة الصين بتدعو كل المصريين للاشتراك في المسابقة واللي هتكون عن تصميم لوجو يعبر عن المناسبة. طلع الفنان اللي جواك، تقدر تشترك لوحدك أو مع أكتر من حد بشرط إنه يعبر عن الصداقة بين البلدين والشعبين، وما تنساش تحط مع التصميم وصف شامل لفكرة الرموز والألوان ووسائل التواصل الخاصة بيك. الجوائز هتكون من 1000 لغاية 20,000 جنيه برعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.